حرصا من إدارة العتبة العباسية المقدسة على أرواح الزائرين الكرام، وبالخصوص في أيام الزيارات. على أثر ذلك، شرع شعبة الشؤون الطبية التابعة للعتبة المطهرة بالتعاون مع جمعية كشافة الكفيلة التابعة لقسم الإعلام على إعداد فرق تطوعية من طلاب الجامعات للاختصاصات الطبية ونشرهم داخل وخارج الصحن الشريف لغرض إسعافات الزائرين وتقديم العلاجات لهم قدر المستطاع. شعبة الشؤون الطبية في العتبة العباسية المقدسة وبالتعاون مع قسم الإعلام وحدة الكشافة جمعية كشافة الكفيل في العتبة المقدسة تقيم فرق تطوعية في ليالي الجمعة وأيام الجمعة. مثل ما تعرفون زيادة عدد الزائرين واحتياج هذه الحشود من الزائرين إلى خدمة طبية بما يتناسب وأعدادها وتوفير الخدمة الطبية لهم، تم توجيه هذا المشروع إلى جمعية كشافة الكفيل بإعادة هيكلية هذا المشروع ومباشرة في هذا العمل، لكون هذه الأيام أيام مزدحمة من الزائرين الكرام وتهيئتهم إلى الزيارة الأربعين. طبعا قبل نزول هذا الفريق تم إعدادهم من دورات ومحاضرات تنموية وأخلاقية ودينية وفي مجال الإسعافات الأولية، وهناك تخصص في مجال الطب بعض الأساتذة تم التعاون معهم لإعطاهم هذه المحاضرات. البرنامج الذي يعود للفرق التطوعية جاء لزيادة وعيهم الصحي لمعالجة الحوادث التي قد يواجهونها ولمعرفة أساسيات الإسعافات الأولية وطرق التنفس الاصطناعي عند الاختناق وإنعاش وتنشيط القلب وغيرها من الحالات الطارئة التي قد تحدث. احنا متطوعين من كليات طلاب ومخرجين كليات الطبية، في الواقع احنا نجي هنا متطوعين على تبع العباسية نقوم بخدمة الزوار من إخلاء طبي وإسعاف أولي، كذلك إلى مساعدة المرضى في المفارز الطبية نقوم بإجلاهم، وحاليا هي العتبة موفرة لنا دورات وورشات تنموية. حقيقة هي دورات طبية أساسية تكون للمسعف تساعدنا على أنه نقدم أفضل خدمة للزائرين. العتبة العباسية المقدسة سعت من خلال أقسامها ومنشئاتها التابعة لها إلى تقديم أفضل الخدمات لجموع الزائرين الوافدين إلى كربلاء الحسين ومن جميع الجوانب، ومن بينها الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم أثناء تأدية الزيارة.